هنبدأ هنا جزء مهم جدا براكتيكال، ومن هنا عايزين نركز جدا، من هنا هنستخدم كل المعلومات القديمة اللي خدناها في الأربع محاضرات اللي فاتت. من هنا الماركت بيتكلم والسوق بيتكلم، من هنا ده الكورس اللي احنا من المحاضرات الأربعة اللي فاتت دي بنديها في يوم واحد بس في الكورس. الكورس يكون تقريبا حوالي 5 أيام 8 ساعات بيردين، ممكن اقل ممكن اكتر حسب الاكسبيرينس اللي عند الناس. الكورس ده الكورسات دي كلها يا جماعه موجوده على اليوتيوب بالكامل، اللي انا بديها واللي غيري بيديها، ومشروحه بكفاءه جامده جدا جدا بالعربي وبالانجليزي وبكل حاجه وامثله رائعه. ارجو ان حضرتك تنتهي مهنه الاي ماركتنج دي، لو انت قبلت المهنه دي يبقى احنا نجحنا مع بعض في الكورس ده. الانكم بتاعه عالي جدا، مش محتاج من حضرتك اتندنس في اي مكان. ممكن تعمل مانجمنت لسايت وانت هنا في مصر، وسايت ده في اي دوله في العالم، ممكن تكون ادمنستريتور لمالتي سايتس. نبدا بنراجع بعض الترمينولوجي البسيطه، ماركتنج واي ماركتنج. ماركتنج طبعا كومبريهنسيف بروسيس انفولف افري اسبيكت اوف ذا بزنس ديزاين اتس برودكت. يعني خد بالك ان الماركتنج ده زي ما حضرتك درست قبل كده، مش بس ان انا ببيع، لا ده بادئ من الاول خالص. ان لما ديزاين البرودكت، واحد عامل موبايل شيك، موبايل فظيع في الفانكشناليتي بتاعته، انما شكله مش شيك زي جوجل عامله موبايل ملوش حل ومنزلها ب 500 دولار وشويه فاسيلتيز حكايه، انما شكل الموبايل وحش، ما هوش فيميل مثلا، لان الفيميلز بيغيروا موبايل اكتر من الميل. انا ممكن يكون معايا مثلا موبايل بقاله سنتين، انما مراتي ما نفعهاش الصبر ده، كل شويه ممكن تغير واحد، فلا يمكن تجيب البرودكت بتاع جوجل ابدا. واخدين بقى حضراتكم؟ فلازم ديزاين ذا برودكت، سيتنج ذا برايسنج استراتيجي، تو انلايزنج سيلز ستاتستكس اند كولكتنج كاستمر فيدباك. الكلام ده انت درسته في الماركتنج. في الاي ماركتنج بقى لا، مش مختلف الكلام سنه. ريفير تو يوزنج تكنولوجي، خد بالك من الكلام، زي انترنت، ويب سايت، ايميل، اس ام اس، انكلودنج اتس وايد فاريتي اوف اوبشنز اند تولز. ليه بقى هستخدم الحاجات دي يا جماعه؟ تو كوندكت يور ماركتنج اكتيفيتيز and achieve your marketing objective. يبقى انا الاي ماركتنج بتخليني اعمل الماركتنج اوبجكتيف، الاوبجكت الاكتيفيتيز اللي فاتت عشان اجيت الماركتنج اوبجكتيف يا جماعه. يبقى انا بعمل الماركتنج العاديه عشان احقق الماركتنج اوبجكتيف. يبقى الاي ماركتنج ده انيبلر، لازم نوافق على المصطلح ده. الاي ماركتنج از ان انيبلر، يعني ايه؟ حاجه بتساعد الماركتنج. مش هيجي وقت اقول انا هستغنى عن الماركتنج تماما، مش هيحصل. نبدا الكلام الجميل. اي ماركتنج تول اند استراتيجيز انكلود، هناخد الحاجات دي ان شاء الله كلها. هتخلص معانا بقى باي اند اوف ذا سيمستر، يعني هناخد ده اخر شابتر غالبا هندرسه السيمستر ده. البرزنتيشن دي طويله شويه، حبيت اقسمها لكم على مجموعه كلاسز، انما قلت احسن اقسمها لك زي ما هي كده عشان لما تبدا تشتغل في السوق. انا عايزك تاخد الجزء اللي فات تحطه في برزنتيشن وتخلي الجزء ده زي ما هو عشان ده البراكتيكال وورك فعلا. طيب تعالى نفكر مع بعضنا ونقول ايه هي الاي ماركتنج تولز اند استراتيجيز ممكن تبقى ايه. فيرست اوف اول، بزنس ويب سايت. يعني ايه بزنس ويب سايت؟ الصفحات العاديه وهنتكلم عنها ليتر. سيرش انجن، يعني ايه سيرش انجن؟ زي جوجل، زي الاسلا فيستا، زي الياهو اند سو اون. ايميل، الايميل ده ماركتنج طبعا، ماركتنج قوي جدا. اونلاين نيوزليترز، يعني ايه اونلاين نيوزليتر؟ اللي انا ابعت لك اعلانات اونلاين او اخبار اونلاين. اونلاين كاتالوج، يعني ايه الكاتالوج؟ يعني ايه اونلاين كاتالوج؟ وفي كاتالوج مش اونلاين؟ كاتالوج معناها ان انا ابعت لك كاتالوج البرودكتس بتاعتي، سواء كان بقى البرودكت ده كان تانجبل ولا كان انفورميشن او كان سيرفيس. طيب ده كاتالوج، ماشي انا فاهم. ايه بقى اونلاين ده؟ اونلاين كاتالوج ان انا لما ابعته لك على الايميل مش هبعت لك الكاتالوج، والا هيبقى ضخم جدا. ابعت لك لينك تتفرج على الكتالوج عندي. طب ايه الميزه يعني؟ الميزه ان الايميل يبقى صغير. طب ايه الميزه الثانيه؟ ان احنا بنقول للناس العاديه اوعى تفتح ايميل عليه اتاتشمنت ما انتش عارف السورس بتاعه. طب ايه الميزه الثالثه؟ ان الكتالوج ده لما احب اغيره انا بغيره عندي، لان الناس انا باعت له لينك، فكل ما بغير الكتالوج انت بتخش من اللينك ده للكتالوج اللي انا بغيره بعمل له ابديتد من حيث البرايس ومن حيث الكونتنت. وهناخده باستفاضه يعني. اونلاين بريس ريليس، اونلاين سيرفي، اونلاين كاستمر سيرفيس، بانر ادفرتايزنج، افيليت ماركتنج، موبايل تليفون ماركتنج، اونلاين كوميونيتي، فريندستر واليوتايب واليوتيوب والسيرفرز اللي شبهها، ويب بلوج اللي هو اختصار كلمه ايه؟
بلب، وهو التولز دي يا جماعه هنستخدمها مع بعضنا وهنفهم وات اباوت ات. ذا اوبجكتيفز اوف ماركتنج ار، ايه الاهداف بتاعت الماركتنج اساسا؟ جيت ذا رايت برودكت، ان انا انزل البرودكت السليم واصنع البرودكت السليم واسوق البرودكت السليم. يعني ايه السليم؟ انا بدي هدوم رائعه، انما يعني ايه السايز بتاعها مش هو السايز الملائم. يعني مثلا احنا بنبيع هدوم صيني مثلا، يا عم الاحجام الصيني غير الاحجام المصري، يعني اه البرودكت بتاعك كويس بس الاحجام مش مناسبه. حلو قوي. At the right way، يعني ايه رايت واي؟ بالشكل الصحيح. At the right price، وكمان متسوق distributed at the right place، يعني متسوق بالمكان السليم. وكل الكلام ده بروفت، كل الكلام ده يا جماعه بروفت. يعني الماركتنج ماتريكس معقده جدا، ان انا ببيع البرايت برودكت بالرايت واي بالرايت برايس في الرايت بليس بروفت. ليه كاتالوج ده زي ما قلنا كاتالوج اونلاين؟ انا مش عارف طبعا اللي سمع ولا لا، بس خليني اقول كاتالوج اونلاين. ايه المقصود بيه ان هو اونلاين؟ ان حضرتك بتفتح الصفحه عندي تتفرج عليه، تقول لي طب ما تنقله لي، يقول لك لا اصل هو نقله في مشكله. ايه مشكله ان انا انقله لحضرتك؟ مشكله ان انا انقله لك، اول حاجه لما احب اعدله مضطر ابعت لك حاجه ثانيه. طب ماشي، ايه كمان؟ الحجم، احنا اتفقنا ان احنا ما نعملش داونلود ابدا لاي ايميل فيه اتاتشمنت، والاي كاتالوج ده حجمه كبير جدا. طب حلو برضه. الحاجة الثالثة، لما احب اعدي مثلا البرايس ليست بتاعتي اضطر ابعت لك واحد جديد. خلاص؟ ده مثلا ايه كاتالوج اهو. نيو برودكت مثلا، حاجة زي كده. الداتا بتاعته. ده كاتالوج، اونلاين كاتالوج. تعالى مثلا نتفرج على الليد لامب ده. من حاجة من حاجة من حاجة. طبعا ده سمارتر وارخص 100 مرة من الايه؟ من انا اعمل كاتالوج عادي. ابعت لك حاجة مطبوعة. ده واحد. ده ايه كاتالوج مثلا بتاع ايه؟ ده بتاع مباني. برودكتس. دي شركة مش عارف طبعا شركة بتاعت ايه؟ هتنتج مواتير اهي. ده كاتالوج اهو. طبعا هو ده بي دي اف فايل، ممكن يكون فيديو، ممكن يكون اي حاجه تانية. جميل جدا جدا الحقيقه، ورايق جدا. وما بعتهولكش، ده هو عندي على الصفحه عشان لما احب اغيره اهو. ده الكونفيجريشن بتاع البرودكت. تخيل بقى 100 صفحه لو انا عايز اطبعه. هاو كوست. ده طبعا ده اسمه تكنيكال اي كاتالوج. في شويه اي كاتالوجز جميله قوي، في حاجات لايف جدا، في حاجات يعني ايه حاجات رائعه يعني تتفرج عليها انت مستمتع جدا انك انت بتتفرج على حاجه لايف ذاتية. اظن الاودي عامل اعلان اي كاتالوج ليها. لا ده مش اي كاتالوج، ده اعلان او كده كاتالوج. اوكي خدت بالك؟ الألوان بتاعت العربية؟ وكأن أنت بالديزاين اللي أنت عايزه، ده الـ ODA كاتالوج بتاعها، درجة اللون، درجة الـ كل اللي أنت عايزه، لو في حاجة مثلا سبيشال ديزاين سعادتك عايزه، بتختاره من الـ ODA كاتالوج ده. بيسموها واي سي وينج. واي سي وينج، واي سي وينج، يعني ايه واي سي وينج؟ انا عايز اكتب لك المصطلح ده. بص كده معايا. واي سي وينج ده مصطلح مهم جدا في الاي كاتالوج. واي سي وينج معناه ايه بقى؟ حد سمع المصطلح ده قبل كده يا شباب؟ وات يو سي از وات يو جيت. واي سي وينج معناه وات يو سي از وات يو جيت. الواي سي وينج ده ان انا في الاي كاتالوج ممكن جدا ان انا ادهولك وتختار البرودكت كونفجريشن كامله زي الاوفر اللي عاملاه اودي كده. واللي هتختاره هو ده اللي هيجي لك. بصوا كده هنا.
ده هنا ده ايه كاتالوج رائع. بتتفرج على مثلا ديزاين الموتور شكله عامل ازاي، تختار مثلا الموتور اللي انت عايزه. احيانا بيسمح لك باختيار مواتير كومباكت مثلا مع عربيات، ممكن تقول عايز موتور 1200 عايز كذا. تتفرج على ديزاين الانترنال بتاع الموتور بتاع العربيه نفسها، السسبنشن سيستم التعليق بتاع العربيه. ده هنا اي كاتالوج في حته جميله قوي، ده تابلت وكانه بيسوق العربيه انه بيقلب التابلت يمين وشمال بحيث يوريك السستينابيلتي بتاعت سوري الاستابيلتي بتاعت العربيه. ده العربيه انترنالي معلش، وكأن انت ايه بتدوس على الزراير اكشوال. واخد بالك وكأن انت بيعمل لك سيميوليشن دي عشان عايز يعمل تيست درايف من غير ما يروح يعني. طيب كفايه كده. ده يا جماعه ايه اللي انا بوريه حضراتكم ده اسمه اي كاتالوج. الاي كاتالوج ده بتصممه ناس بتشتغل لغات مايا وحاجات زي كده. انا يهمني انت بالذات كادمن سوري كمانجمنت تبقى عارف الديزاينز الناس تعمل ايه عشان تخلي بتوع الاي تي اللي عندك يعملوا حاجات زي كده. مثلا اودي اي 1 عامله برضو حاجه ثانيه لطيفه، ده برضو اي كاتالوج. لا سوري اسف ده مش اي كاتالوج، ده كاتالوج عادي جدا يعني فيديو عادي ملوش معنى. خلاص شفت اللي فات ده الاي كاتالوج ده انا نفسي افرج حضرتك عليه اهو اي كاتالوج. طيب السلايد دي كانت بتتكلم عن ايه؟ ازاي الانترنت او الاي ماركتنج هتساعدني ان انا انكريز ماي ماركتنج استراتيجي كان ريديوس يور برنتنج كوست كاتالوج. تخيل لو انا عايز اطبع مثلا 100 صفحه اللي قلتهم لك اعملها ازاي؟ كم كوست؟ طب بلاش انا عايز اعمل الكتالوج اللي انا وريته لك بتاع الاودي ده اعمله انا ازاي؟ مش هتقدر تعمله ازاي؟ شويه صور جنب بعض هتتكلف قد ايه بقى؟ By utilizing marketing information system you can analyze your sales information to make more informed decision. فاكرين لما شرحت لكم في الام اي اس السنه اللي فاتت او اللي قبلها مش فاكر ازاي الماركت باسكت اناليسيس ازاي ببقى عارف الكاستمرز مثلا موضوع السكر والشاي، فاكرين الكلام ده؟ طيب انا هنا بحلل الناس اشترت ايه؟ واللي بيشتري ايه بيشتري معاها ايه؟ فباخد الماركتنج العادي وادخله على الكمبيوتر اطلع منه نولج مهمه جدا وخطيره جدا جدا عشان اقدر اطلع ريزلت. يقول لك هنا باي يوتلايزنج ماركتنج انفورميشن سيستم، الماركتنج انفورميشن سيستم بتاعتك العاديه خالص. يو كان انلايز يور سيلز انفورميشن تو ميك مور انفورمد ديسيشن، اقدر اخد اطلع ديسيشنز اقوى. اند كاستمرز اول اوفر ذا وورلد كان فيو يور برودكت وذ ويب سايت، وكل العالم يتفرج على النتائج بتاعتك. Can my business afford e-marketing؟ يا ترى الاي بزنس بتاع حضرتك البزنس بتاعك يقدر يستفيد من الاي ماركتنج؟ طبعا. The cost of e-marketing depends on which strategies you choose to implement. التكلفه بتاعت الاي ماركتنج هيتوقف على الاستراتيجيه اللي سعادتك عايز تستخدمها. Any business can start using simple e-marketing technique. اي بزنس في الدنيا يقدر يعمل الكلام ده such as email. ان انا ممكن اخد الايميلز بتاعت الناس واعمل حاجه اسمها برودكاست او اوبتن ميل، ابعت لهم الايميلز دي such as email. نيوز ديتاز مجموعة أخبار، كمبيوتر بيز داتا مانجمنت أند إنترنت ريسيرش باي بيرشيزينج أ كمبيوتر أند كونكشن أند كونكتد تو ذا إنترنت ويتش كان أتشيف ليس ذان 2000 دولار. بيقول لك أنا ممكن أعمل الكلام ده كله إن أنا أشتري كمبيوتر وأخش على الإنترنت بأقل من 2000 دولار. الكلام ده كان قبل الدولار 120 جنيه، الدولار ده كان زمان ب 80 قرش. لا سوري آسف كان ب 2 جنيه و80 قرش أيام ما السلايدز اتعملت. يعني بيقول لك يا ترى أنا أقدر أخش على أنا كإي بزنس بسيط أقدر أعمل إي ماركتنج؟ يس يو كان. هاو؟ عن طريق انك تعمل ايميل، اشتري مجموعه ايميلز بتاعت الناس مليون ايميل ولا حاجه وابعت لهم ايميل. اوكي؟ حلو قوي. بزنس كان اولسو سبند ماني ثاوزندز اوف دولارز يوتلايزنج ذا سيرفيسز اوف ا بروفيشنال اي ماركتنج فيرم تو كرييت اند امبلمنت ا كومبليت اي ماركتنج باكج
that choice choice is yours. يعني ايه بزنس تقدر نصرف البزنس العادية بتصرف الاف الدولارات utilizing the service of professional e-marketing firm عشان اقدر اعمل e-marketing organization بتاعتي وابني وامبليمنت الايماركتنج باكج اللي انت هتختاره. ماركتنج بروسيس ا كومبريهنسيف ماركتنج بروسيس اند ريزلتنج ماركتنج بلان از كريتيكال فور ذا سكسس اوف يور بزنس. الماركتنج بروسيس اللي انت هتستخدمها خطواته والحاجات اللي يعني ايه ماركتنج بروسيس الخطوات على مبنيه على اساس ايه طبيعه الكاستمر وطبيعه البرودكت بتاع الماركت شير بتاع عامل ايه والماركتنج بلان اللي انت هتعملها ليها اثر قوي جدا في نجاح البيزنس بلان بتاعك. An effective marketing process, القوية should provide you with the information, direct information قوية جدا, strategies and solutions to any and all obstacles you might encounter along the way in building and running successful and profitable business. طبعا كلام منطق. Existing any marketing topics, هنتكلم بقى تفصيل شوية. Affiliate program. هنتكلم في سيرش انجن اوبتمايزيشن حاجه اسمها اس اي او. ايميل كامبين ازاي نعمل حمله اعلانات قويه بالايميل وازاي نستفيد منها وايه اللي نتجنبه. بانر اكسشينج بزنس ويب سايت موبايل فون ماركتنج. خلينا نبدا بالافليشن بروجرام. يعني ايه افليت بروجرام؟ يعني حد نسمع من حضراتكم حد عارف يعني ايه افليت بروجرام؟ افليت بروجرام دي حاجه لطيفه جدا جدا جدا. عباره عن ايه؟ انا عندي صفحه الصفحة دي عندي فيها كاستمرز. هما مش كاستمرز هما فولورز فانز بتوعك. الافليات بروجرام معناها ان حضرتك هتبيع الادرس بتاعك لكلاينت عنده برودكت عايز يبيعه بس مش بديله الاكونت خالص انا بديله ايميل. انا بقول له انا هبعت لك كاستمرز من عندي. يعني انت هتنزل عندي بوست في صفحتي سواء كانت ويب سايت او مثلا فيسبوك سايت اي حاجه انت هتحط عندي ايه بوست والبوست ده الناس لما تشوف الصفحه بتاعتي ارجوك شويه جايين لي خلاص ده اشتغل عملي وارجوك ركز معايا لما هنشوفه عندنا في الصفحه لما انا مثلا زي صفحه مثلا بتاعه حد مشهور مثلا بابليك فيجر او حاجه فهتنزل انت عنده اعلان. طب انا برضو عندي سؤال اشمعنى انزل اعلان عندي ده؟ هنزل اعلان عند ده عشان البرودكت بتاعي مناسب جدا للراجل ده. يعني ايه؟ يعني انا مثلا بنتج برودكت مثلا بتاع تينيجر مثلا ملابس رياضيه فبدور على صفحه الناس اللي مشتركه هم بدور على صفحه الناس اللي موجودين فيها الماجوريتي بتاعتهم من الكونسيومرز بتاع البرودكت بتاعي. بمعنى اوضح خلينا نتكلم تاني بشكل اوضح. مثلا انت عندك صفحه الفيس بتاعت حضرتك الصفحه مثلا فيها 20,000 فان عايزك عشان تقدر تعمل افليشن قوي ما تخليش الفانز دول سكاترد. يعني ايه سكاترد؟ يعني متوزعين يعني منهم مثلا 500 قرايبك و500 اصحابك اللي في الشارع و500 اصحابك ايام ما كنا في النادي وشويه اصحابك من المصيف وشويه من هنا وشويه من الكليه. لا طبعا دي سكاترد وملهاش معنى. انا عايز الصفحه بتاعت حضرتك تبقى اورينتد يعني بتوجهها لحاجه معينه. عشان انا لما احب اعمل اعلان بقول للفيسبوك شوف لي الصفحات اللي الكلاينتس فيها يناسبوني فيقوم الفيسبوك يرشح لي مجموعه ناس انت تطلع منهم. لو صفحتك سكاترد ما تطلعش. طب انت بتسوق لنفسك ان انت عندك مثلا 50,000 كلاينت فابدا اخش على الكلاينت بتوعك ابص عليهم مين هم طبيعتهم معايا حضرتك. لو الكلاينتس بتوعك سكاتر ناس كبار ناس صغار ناس بزنس مان ناس فن يعني ما هماش ايه مش اورينتد فانا ده هيخلي الاعلان عندك رخيص. انما كل ما كان صفحتك اورينتد لحاجه معينه اعلانك يبقى غالي هنزل عندك غالي. فهمتوا حاجه؟ طيب نبدا بقى نقول افلييت ماركتنج از وير يو ريفير كاستمرز تو اذر بزنسز فايا لينك تو ذا ويب سايت. يعني انا لما هعلن عندك الناس اللي عندك انت بتنقلهم لي عن طريق الويب سايت بتاعك بتنقل لي الكاستمر ده بيجي لي من عندك from your website or email and receive commissions وانت في المقابل انت بتاخد عموله for each customer you refer لكل واحد بتبعته لي. طيب to the other businesses ده معناه ايه refer؟ they are essentially revenue sharing
واحنا بنقسم الشيرنج بتاعنا، انا باخد جزء وهو بياخد جزء، مع انه هو اللي باع، بس انا عشان انا اللي باعته. Arrangement between online vendors or sellers and resellers or affiliates. If the business is multi-level, لو البيزنس مالتي ليفل، you also receive commission from the customers referred by other businesses to you have introduced. كلمة مهمة. أحيانا بيكون مالتي ليفل يعني إيه؟ أنا بعتك لحد وأنت قلت بعتك لكاستمر وأنت قلت لواحد من أصحابك روح للكاستمر ده، أنا هاخد فلوس على اللي أنت بعته للراجل. واضحة؟ بيسموها مالتي ليفل ماركتينج. تاني، شركة أنا مثلا ريفيلر وأنت عندي فان، أنا بعتك لشركة إكس، رحت شركة اكس عجبك البرودكت اللي عندها فقلت لصاحبك روح لاكس، انا هاخد كوميشن من اكس على اللي انت بعته. طيب if the business multi level okay. Conversely you can set up your own affiliate marketing program. ممكن بقى تألف، طالما انت راجل عندك صفحات وقوية وoriented، ممكن تألف لنفسك الخطة التسويقية المناسبة. To have other business sell your products and service for you by paying them a commission. نقف عند البوينت هنا. اتمنى تكون الليكشر انترستنج. عايز من حضرتك تخش على اليوتيوب تعرف تسمع شويه في الافلييت ماركتنج بروجرام. ابتدينا البراكتيكال، كتير جدا من اصحابنا والناس اللي خدوا كورسات والناس اللي في الماركتنج ستودنتس، طلبه زي حضراتكم كده في ثانيه وثالثه جامعه، والحقيقه وفقت تماما ان هو يبقى اي ماركتر وبهاي انكم. ابص مع حضرتك على فيديو سريع كده، اذا عرفت اجيبه هطلعه لك حالا، اذروايز وعلق لك عليه شويه. اذروايز هنقف عند البوينت دي، خليك معايا لحظه هنا. Welcome to Fillerama. This video is about what is affiliate marketing and how does it really work. Okay, affiliate marketing is a web-based system where you as an affiliate get paid for a free. You affiliate customers اهو لصاحبنا ده، صاحبنا هيبيع ويبعت لك كوميشن، ده الافليشن بهدوء وبساطه. Sales and customers to another business. There are many different ways you can earn money from being an affiliate marketer, including commission based affiliate programs and AdSense. Let's take a look at a couple of fictional examples. Here's one for commission based affiliate programs. Jeff has a website full of dog training advice. On the side of his pages, he's placed an ad for a dog training ebook. If any of the visitors click on his ad and buy the ebook from the merchant's website, Jeff receives 75% of the price of the book as commission for sending that visitor to the merchant. Refer customer to related product through your website or email newsletter. And here's another. Marnie runs a very popular newsletter for people who want to learn yoga. She regularly sends out lessons and tips to her list members, and occasionally she promotes products. عايز شوية لحظة معايا بعد إذنك، شفت ده إعلان؟ هو أنا قلت له وريني أفليشن بروجرام، راح باعت لي إعلان وسط ما أنا شغال. بص، join to the best affiliate training program on the web free and get started today to assess affiliate website. Click the link down below and video. ده إعلان نزول، ليه نزول؟ أنا عملت سيرش على الكلمة دي. بص هنا، نخش هنا كده. Open top copy video URL. بص كده، وده بيقول لك كورس افلييشن بس ببلاش. فين عامل لينك اللي انت عامله؟ هو تخيل عامل الاعلان ونسي يعمل لينك عليه. بص ما هوش هايبر تكست يعني. طيب اوكي نكمل. Offer affiliate commissions. When somebody from her newsletter list clicks on a link in one of her emails and buys one of the various products she. يعني ايه باي ايميل؟ ان انا ابعت له الكاستمرز بالايميل. اوكي؟ او ان انا اقترح عليهم البرودكتس بتاعتك، اقول له خد ده كويس. Simply she earns percentage of the product price. Okay, here's an AdSense example. Tara has a health supplements website containing lots of useful information about various health supplements. By pasting small segments of code on her website, she gets ads relevant to the content automatically showing up on the side of the page. And she can earn money every time a visitor to her site simply clicks on one of these ads, even if they don't end up buying from the merchant. Simply pay-per-click type scenario. هنا ايه بقى؟ AdSense ده ايه؟ Easily display related ads on your website، او ان انت تعلن تنزل على الويب سايت بتاعتك اعلانات الناس دي، ماشي. واي كليك هيجيب لك فلوس، سواء بقى اشترى او ما اشتراش. And for a more detailed look at affiliate marketing,
could easily check out our affiliate marketing examples lesson. All right, affiliate marketing can be a very lucrative business. You know, there are a huge number of affiliates earning full-time incomes from affiliate marketing, and a lot of affiliates doing considerably more than that. Take a look at some of these figures. As you can see, real money is being... بالمناسبة برضه معلش ما بشرحش عليك كتير انا اسف. في لو انت عايز بقى تشتغل في الاي ماركتنج مش لازم يبقى انت عندك صفحه قويه. يعني انت مثلا عندك انت ادمن لصفحه مثلا ملابس رياضيه عايز تسوقها, تروح للصفحه خلاص كده. ركز بقى معايا, مين زباينك؟ الناس. ومين تاني؟ الصفحات اللي بتلم الشباب. فابدا احط البوست ده عندهم وهو يبقى ريفير ريفير. طيب انا بس عايز من حضرتك نقطه, اديني بس عشان ما ايه, ادي الفيديو واللينك بتاعه. اكتب كده افيليت ماركتنج بروجرام اهو, وخش اقرا براحتك عشان ما تضيعش وقتك. ده الامثله ببساطه. نقف عند البوينت هنا. يا ترى في اي بوينت او اي حاجه عايزني اعيدها لحضرتك تاني ما انتش فاهمها؟ اي حد عايز يسال في اي حاجه رجاله؟ انا سالت الشباب اي مشاكل؟ طيب اوكي. شكرا يا جماعه, جزاكم الله خير. ان شاء الله تكون محاضره ظريفه ونبدا نستفيد منها براكتيكال بقى.